أكدت إدارة الأوقاف السنية جاهزية مصليات العيد على مستوى مملكة البحرين لاستقبال المصلين يوم عيد الأضحى المبارك. هذا وشكلت إدارة الأوقاف السنية فريق عمل خلال الفترة الماضية لتجهيز جميع مصليات العيد بكل ما تحتاجه من وسائل الراحة للمصلين. إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المصليات يوم عيد الفطر والأضحى، دابت إدارة الأوقاف السنية على تجهيز كافة المصليات والمساجد والجوامع لصلاة العيد، حيث تعاونت الإدارة مع عدة جهات حكومية من أجل توفير كافة الخدمات للمصلين خلال صلاة العيد. طبعا نحن عندنا أكثر من 300 جامع ومسجد ستقام فيها صلاة العيد، وعندنا 16 مصلى رئيس تقام فيها أيضا صلاة العيد، وعندنا للجاليات أيضا، وهذا من الأشياء المهمة التي تذكر، لأننا أقمنا في أماكن سكن المخصصة للعمالة، أقمنا فيها مصليات أيضا لتسهيل حركة الوصول إلى مصليات العيد، أقمنا فيها قريب من 11 مصلى، وبطاقة كبيرة تستوعب تقريبا 300 ألف مصلي بين المساجد والجوامع والمصليات. تحرص إدارة الأوقاف السنية على العناية بمصليات العيد، وحددت لجنة المصليات جميع الجوامع والمساجد والمصليات الرئيسية التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى، إضافة إلى مصليات الجاليات التي أعدتها الأوقاف لصلاة عيد الأضحى في أنحاء متفرقة من المملكة. هذه الساحات تم تجهيزها بالفرش بالكامل مع تجهيز مواقف السيارات حق المصلين، بالإضافة إلى توفير أنظمة الصوتيات والأنظمة الكهربائية المؤقتة حق هذه المصليات، وتنظيف السجاد وتركيب الإعلانات وتوفير الكراسي حق كبار السن، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب حق المصلي. جاهزية مصليات العيد على مستوى مملكة البحرين لاستقبال المصلين وتجهيز كافة الاستعدادات اللازمة لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين من قبل كافة الجهات الحكومية، جميعها جهود تبذل قبيل حلول عيد الأضحى المبارك. إدارة الأوقاف السنية بذلت جهودا كبيرة بكافة لجانها لتجهيز مصليات عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الجهود مع كافة الجهات الحكومية، وذلك لضمان توفير البيئة المناسبة لجميع القاطنين من المناطق المجاورة لهذه المصليات لتأدية صلاة العيد في أجواء مناسبة. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.